Babida Nelson, Nursing Supervisor of Emergency Department. I would like to wish a happy Nurses Day on the day of International Emergency Nurses Day celebration. Thank you. مرحبا، اسمي أحمد محمد علي، قسم الطوارئ بمستشفى راشد. أحب أهنئ جميع ممرضي طوارئ باليوم العالمي للطوارئ. كل عام وأنتم بخير. اليوم تاريخ 10/10، تاريخ مميز لممرضين طوارئ. اليوم يوم العالمي لتمريض الطوارئ، واحب اهني كل موظفين مستشفى راشد وبالاخص ممرضين الطوارئ اللي عندنا. الله يعطيكم العافيه.